الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من المستقبل. وفي العناوين: كر وفر في اشتباكات القلمون بين حزب الله وجيش الفتح الذي أطلق حربا متزامنة على تنظيم داعش. التحالف العربي يغير على معسكرات الحوثيين والهدنة الإنسانية تبدأ مساء اليوم. عشية مؤتمر كامب ديفيد، اتفاق بين خادم الحرمين وأوباما على التعاون لمواجهة التهديدات وحل الصراعات الإقليمية. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: عوامل وعقبات تهدد استمرارية القطاع الصناعي في لبنان. وفي الرياضة: بايرن ميونخ للثأر وبرشلونة لضمان التأهل إلى نهائي تشامبيونز ليج. أهلا بكم. يتوجه الرئيس سعد الحريري اليوم إلى موسكو في زيارة تكتسب دلالات بارزة لبنانيا وإقليميا، يقابل خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف. وأفادت معلومات أن محادثات الرئيس الحريري في العاصمة الروسية ستتناول الملف الرئاسي في لبنان وموضوع دعم الجيش، إضافة إلى العمل على تخفيف تداعيات الأزمة في سوريا والملف الإقليمي المتفجر على لبنان. وفيما يحاول الرئيس الحريري إبعاد لبنان عن المخاطر المحدقة به، يواصل حزب الله جره إلى قلب الخطر، وذلك من خلال إرسال عناصره إلى القلمون لدعم كتائب الأسد في مقاتلة جيش الفتح. معارك الكر والفر لم تتوقف بعد أيام على اندلاعها في القلمون السورية بين فصائل المعارضة من جهة وحزب الله وكتائب الأسد من جهة أخرى. فمع استمرار المعارك العنيفة على أكثر من محور، استعادت فصائل المعارضة السيطرة على معظم مناطق الجبه في القلمون، وتشير المعطيات إلى أن حزب الله يتكبد مزيدا من القتلى جراء الاشتباكات المستمرة بين مقاتليه وعناصر جيش الفتح، ليرتفع عدد قتلاه إلى 17 خلال أسبوع، في وقت تشهد مناطق عدة في البقاع والجنوب اللبناني عمليات تشييع لعدد من القتلى من عناصر الحزب العائدين من جبهة القلمون. الطيران الحربي التابع لكتائب الأسد يقدم دعما لمقاتلي حزب الله عبر شن غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من كتائب النظام في المعارك ضد جيش الفتح. وفي موازاة معركة القلمون، أطلق جيش الفتح في القلمون ونواته جبهة النصرة معركة مع عناصر تنظيم داعش، وذلك في بيان أسماه البيان رقم 1 استعرض فيه عددا من الأحداث التي قام خلالها عناصر داعش بالاعتداء على عناصره، ومتهما التنظيم بالخيانة وتكفير المسلمين وهدر دمائهم. الأمين العام الأسبق لحزب الله الشيخ صبح طفيلي قال في حديث لصحيفة المستقبل إن إصرار الحزب على خوض معارك القلمون يأتي في إطار خوف قيادته من انهيار نظام بشار الأسد. وقال لطفيلي من جهة ثانية إن الأعراس الإيرانية بنجاح المفاوضات النووية لا تلغي الحقيقة الكامنة في كون طهران أذلت شعبها من خلال الرضوخ والتسليم بموقع العاجز بين الأمم، واصفا التدخل الإيراني في اليمن بأنه حلقة من الصراع المبتد من العراق إلى سوريا وحتى لبنان. وفي الداخل السوري، حققت المعارضة السورية المزيد من التقدم على جبهات ريف إدلب وحلب وسيطرت على حواجز استراتيجية ما لبثت أن انسحبت منها لأسباب تكتيكية، في وقت ترددت معلومات أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي نقل إلى الرقة بعد إصابته منذ شهرين بضربة جوية من قوات التحالف في العراق. بشكل مباغت فاجأت المعارضة السورية عناصر كتائب الأسد المتمركزين عند حاجز الغربال وسيطروا عليه محققين تقدما ملحوظا على جبهات ريف إدلب، واستمر تقدم الثوار حتى وصلوا إلى قرية سنغرة، لكن القصف العنيف من حاجز المعصر المتمركز على طريق حلب اللاذقية أدى إلى انسحابهم من المنطقة بعدما قتلوا وأسروا عددا من جنود النظام وغنموا أسلحة وذخائر. وليس بعيدا عن إدلب، استهدف الثوار معاقل الشبيحة في محطة زيزون في سهل الغاب بريف حماة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المحطة الحرارية. وفي حلب وصل الثوار دك مقرات النظام في حي الخالدي. الله أكبر، الله أكبر.
وفي الشمال أيضا نشر موقع ديلي بيست الأمريكي تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش ومكان اختبائه الحقيقي. وأكد الموقع أن الخليفة الداعشي انتقل إلى مدينة الرقة في سوريا بعدما كان في العراق، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بعد شهرين من إصابته في إحدى غارات التحالف الدولي. ونقل الموقع الأمريكي عن منشقين عن التنظيم قولهم إن إصابة البغدادي الجسدية دفعت مجلس الشورى في داعش لبحث اختيار قائد جديد يتمكن من الانتقال بين مواقع العمليات في سوريا والعراق. على صعيد آخر، كشفت منظمة هانديكاب انترناشنال أن نحو 5 ملايين سوري يعيشون في مناطق معرضة لمخاطر كبيرة من أسلحة شديدة التدمير، بعضها لا ينفجر وبالتالي تشكل تهديدا مميتا لسنوات مقبلة. وأكدت الدراسة أن محافظات حلب ودرعا وحمص وإدلب وريف دمشق، وهي مناطق كثيفة السكان، كانت الأكثر تضررا. وتستند الدراسة إلى تقارير إخبارية ووسائل إعلام للتواصل الاجتماعي وبيانات من الأمم المتحدة ومن منظمات غير حكومية. قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة إن المناطق الآمنة ضرورة من أجل حماية السوريين من هجمات النظام وتنظيم داعش والمنظمات المتطرفة. وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية، بيّن خوجة أن ما طلبه الائتلاف في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة هو المناطق الآمنة وتعزيز قوة الجيش الحر والمجالس المحلية والحكومة المؤقتة، وكل ذلك من أجل السماح للاجئين السوريين بالعودة لهذه المناطق. كما شدد خوجة على أهمية المرحلة الانتقالية لما بعد سقوط نظام الأسد في المناطق الآمنة، وذلك من أجل تأسيس دولة مدنية تعددية بمشاركة مختلف المكونات السورية. قصفت طائرات التحالف العربي قواعد عسكرية ومخازن للأسلحة التابعة للمتمردين الحوثيين. بالتزامن وصل إلى صنعاء الموفد الأممي الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لبحث تطبيق الهدة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، ويفترض أن تدخل حيز التنفيذ مساء اليوم وتستمر لخمسة أيام. ساعات قليلة تفصل اليمنيين عن الهدنة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، والتي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مساء اليوم وتستمر 5 أيام، إلا أن التزام الميليشيات الحوثية بالهدنة أمر لا يزال موضع شك، خصوصا مع تزايد اعتداءاتها المسلحة على المدنيين، وكان آخرها قصفها لمدينة نجران في الجانب السعودي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المقيمين، بالإضافة إلى تصاعد حدة الاشتباكات الميدانية. يأتي ذلك في وقت كثف التحالف العربي ضرباته الجوية على تمركزات الحوثيين، إذ أغار على مخزن أسلحة تابع للمتمردين الحوثيين ويقع في جبل نقم المشرف على العاصمة صنعاء، ما أدى إلى سلسلة انفجارات، كما قصف معسكري الحفا وسلاح الصيانة في صنعاء. كذلك دمر التحالف تجمعات للانقلابيين في رازح في محافظة صعدة شمال اليمن. وعلى الأرض، نفذت المقاومة الشعبية هجمات طالت المتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة وفي مقر لواء 33 مدرع في الضالع، أدت إلى مقتل وجرح عدد من الإنقلابيين، وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة اليتمة في الجوف. وفي تعز، سيطرت المقاومة الشعبية على عدد من مواقع ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ولا سيما في حي المرور، كما سيطرت على مقر البحث الجنائي وإدارة المرور والمعهد الفني، وعلى عدد من المباني المرتفعة التي كان يعتليها القناصة المتمردون. تزامنا، تسجل اشتباكات عنيفة في محيط جبل صبر، حيث يحاول المتمردون السيطرة على موقع العروس في قمة الجبل. عشية القمة الخليجية الأمريكية في كامب ديفيد، اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي باراك أوباما على ضرورة التعاون مع باقي أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التهديدات في المنطقة وحل الصراعات الإقليمية. يشار إلى أن العاهل السعودي اعتذر عن المشاركة في المؤتمر وأناب ولي العهد الأمير محمد بن نايف لتمثيله.
تتجه أنظار العالم يومي الأربعاء والخميس إلى منتجع كامب ديفيد الذي سيكون مسرحا لقمة خليجية أمريكية تتركز على رفع مستوى التعاون الأمني والعسكري بمواجهة الأطماع الإيرانية وسبل حل الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى تفاصيل الاتفاق النووي المزمع توقيعه بين طهران والغرب. وبعد ساعات على إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسميا عدم مشاركته شخصيا في المؤتمر وإفاده ولي العهد الأمير محمد بن نايف، تلقى العاهل السعودي اتصالا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما أملا خلاله في أن تؤدي محادثات مجموعة الخمس زائدا واحدا مع إيران إلى اتفاق يضمن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي ويمنعها من الحصول على سلاح نووي. كما اتفق خادم الحرمين وأوباما على ضرورة العمل المتقارب جنبا إلى جنب مع باقي أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي لبناء القدرة الجماعية والتصدي بفاعلية لعدد من التهديدات التي تواجه المنطقة وحل الصراعات الإقليمية. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن أوباما تمنى التوفيق للعاهل السعودي في نجاح جهود المملكة في إيصال المساعدات للشعب اليمني، وأعرب الزعيمان عن تطلعهما إلى تحقيق نتائج إيجابية في قمة كامب ديفيد وأن تؤدي إلى نقلة نوعية في العلاقات بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت الوكالة أن أوباما جدد التزام بلاده بالدفاع عن أمن المملكة من أي اعتداء خارجي. وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أعلن أن الالتزام الأمريكي بالسعودية صلب كالصخر، مؤكدا أن قرار العاهل السعودي بعدم حضور قمة كامب ديفيد ليس مؤشرا إلى أي خلاف مع الولايات المتحدة، بل يأتي انطلاقا من حرص العاهل السعودي على تحقيق الأمن والسلام في اليمن وعلى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني، حيث أن القمة تصادف فترة الهدنة الإنسانية وتكثيف العمليات الإغاثية وافتتاح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. في النشرة بعد الفاصل، زلزال مدمر يضرب نيبال مجددا. أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات العراقية تحرير منطقة تل أبو جراد جنوبية مصفات بيجي من سيطرة تنظيم داعش، في حين قتل 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة غارات نفذها الجيش العراقي على شمال الفرولجة وشرقها. هذا وقتل اللواء في قوات البشمرجة الكردية صلاح ديلماني في انفجار عبوة ناسفة في قرية جنوبية مدينة كركوك. خضع رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالح لعملية جراحية عاجلة وضرورية بعد حصول تمزق في الكولون. يأتي ذلك في وقت وصل الفريق النووي الإيراني المفاوض إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في جولة جديدة من المشاورات الرامية إلى صياغة اتفاق نهائي وشامل بين طهران والغرب. وفي هذا السياق لم يستبعد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إبرام الاتفاق قبل الموعد المحدد في 30 حزيران المقبل. أعلنت المقاومة الوطنية الأحوازية استهداف مقر للحرس الثوري الإيراني في الأحواز مما أدى إلى مقتل عنصر وجرح 2. وتبنت العملية كتيبة العقاب التابعة لكتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، والتي توعدت بهجمات جديدة خلال الأيام المقبلة. صدق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يتيح زيادة عدد الوزراء ونواب الوزراء في الحكومة الجديدة. وسيصوت الكنيسة على التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة غدا الأربعاء، حيث ينوي نواب المعارضة طرح الآلاف من التحفظات. ويأتي طرح المشروع قبيل أداء أعضاء الحكومة الجديدة لبنيامين نتنياهو اليمين الدستورية أمام الكنيسة. قبل رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب استقالة وزير العدل محفوظ صابر بعد تصريحاته مثيرة للجدل، والتي اعتبر فيها أنه لا يمكن لأبناء الفقراء وعمال النظافة أن يكونوا قضاة. وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا وحملات شعبية ضد الوزير المصري الذي ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه قدم استقالته احتراما للرأي العام، ونسب إلى الوزير المستقيل قوله إن التصريحات التي خرجت منه لا تعد كونها زلة نسانة. لقي 19 شخصا حتفهم وجرح أكثر من 1000 في مدينة شوتارا النيبالية
التي هزها زلزال عنيف، فيما لم تستفق البلاد بعد من هول الزلزال المدمر الذي ضربها الشهر الماضي. وكأن قدر النيباليين مكتوب بالزلازل، فبعد أقل من 3 أسابيع هز زلزال جديد شمال شرق نيبال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بالإضافة إلى حالات من الذعر والهلع بين السكان. السكان وأصحاب المحلات التجارية هرعوا باتجاه الساحات العامة مبتعدين عن الأبنية السكنية بعد لحظات قليلة من وقوع الزلزال، ما تسبب بحال شلل لحركة المواصلات. وأعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال وقع على بعد 83 كيلومترا عن كاتماندو وبعمق 18.5 كيلومترا عن سطح الأرض. وبعد أقل من ساعة من حصول الزلزال الأول ضرب نيبال زلزالان بقوتي 5.6 و6.3 درجات. ووصلت طواقم الدفاع المدني أداء مهامها في المدينة، وأجرت المروحيات التابعة للجيش النيبالي جولات فوق العاصمة كاتماندو. وبعد أسابيع على الزلزال الأول الذي أدى إلى مقتل أكثر من 8,000، قال مسؤول في الجيش النيبالي إن قواته أنقذت نحو 120 شخصا في 3 قرى جبلية نائية للشمال من العاصمة كاتماندو، بينهم أمريكيان يبحثان عن قريب لهما مفقود. وصل وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى روسيا، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود، تتناول ملفات أوكرانيا وإيران وسوريا. وهي المرة الأولى التي يتوجه فيها كيري إلى روسيا منذ بدء الأزمة في أوكرانيا، وسيلتقي أيضا نظيره الروسي سيرجي لافروف. فشل الرئيس البولندي في حسم معركة الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للجمهورية من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والتي نظمت يوم الأحد الماضي، وأظهرت نتائج رسمية اليوم أنه حل في المرتبة الثانية خلف منافسه المحافظ، مما يحتم عليهما أن يتواجها في جولة الإعادة في 24 من الشهر الحالي. لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم في عواصف عنيفة وأعاصير ضربت جنوبية الولايات المتحدة الأمريكية، ولقي رجل وزوجته حتفهما في ناشفيل بولاية أركانسو، حيث أدت الرياح العاتية إلى تحطم منزلهما النقال، وفق ما أفاد الإعلام المحلي الذي أشار في المقابل إلى نجاة رضيع كان معهما داخل العربة. وعثرت السلطات في بلدة فان بولاية تكساس على زوجين جثتين هامدتين، وذلك في حديقة مخصصة لركن المنازل النقالة، ولا يزال 8 أشخاص في عداد المفقودين في المكان نفسه، وفيما قضى شخص واحد على الأقل غرقا في كورسيكانا. أسفرت العاصفة عن دمار منازل بأسرها واقتلاع أشجار وأعمدة لأسلاك التوتر العالي. أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية أنها اختارت الإعلامية المصرية الساخر باسم يوسف لتقديم حفل إيمي أوردز في 20 الثاني المقبل، وبذلك يصبح يوسف أول إعلامي من الشرق الأوسط يتولى تقديم هذا الحفل الذي ينتظره الملايين حول العالم سنوياً. هذا وذكر الرئيس والمدير التنفيذي للأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية في بيان أن موهبة باسم يوسف ليس لها حدود، وهو أصبح قوة أكاديمية ومعلقا سياسيا وكوميديا مهما في مختلف أنحاء العالم. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الجديد وخياط أمام المحكمة الدولية مجددا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها: كر وفر في اشتباكات القلمون بين حزب الله وجيش الفتح الذي أطلق حربا متزامنة على تنظيم داعش. التحالف العربي يغير على معسكرات الحوثيين والهدنة الإنسانية تبدأ مساء اليوم. عشية مؤتمر كامب ديفيد اتفاق بين خادم الحرمين وأوباما على التعاون لمواجهة التهديدات وحل الصراعات الإقليمية. من المرتقب أن يصدر عن تكتل التغيير والإصلاح عصر اليوم موقف على خلفية ملف التعيينات الأمنية، وسيترجم هذا الأمر في مواقف وزراء التكتل في الجلسة العادية لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل.
وإذ رجحت المعلومات أن التكتل سيصاعد في إطار تمسكه برفضه التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية. برز كلام لنائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل لصحيفة النهار، قال فيه إن جهودا تبذل وراء الكواليس من أجل مخرج ما يجري العمل على بلورته وإنضاجه تجنبا لبلوغ المأزق حدودا غير قابلة للمعالجة. وجزم مقبل بأنه خلال أسبوعين سيحسم الخيار في شأن الشغور في المراكز الأمنية القيادية سواء بالتمديد أو بالتعيين، مشددا على أن التوافق هو القرار الأكيد في كل من الخيارين، معربا عن اعتقاده بأن العماد ميشيل عون لن يضحي بالحكومة. ردا على إصرار وزير المالية علي حسن خليل على عقد جلسة تشريعية، قال رئيس حزب القوات اللبنية سمير جعجع عبر حسابه على تويتر: أقدر لوزير المالية حرصه على بعض الهبات الخارجية التي تستلزم عقد جلسة تشريعية، ولكن في الوقت نفسه أتمنى عليه أن يأخذ بعين الاعتبار حرص العديد من الفرقاء اللبنانيين على مواضيع مهمة وحساسة جدا وتطال صلب الميثاق الوطني والعيش المشترك مثل قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية. كيف أدخل عقيد ونقيب المخدرات إلى سجن رومي؟ في سجن رومي بات العقيد في قوى الأمن الداخلي غسان ميم الذي شغل مركز آمر السجن أحد نزلائه بعد اتهامه والنقيب سامر ميم بإدخال كمية كبيرة من المخدرات. ومجردان من رتبهما العسكرية بعد طردهما من السلك مثل الضابطان السابقان أمام المحكمة العسكرية الدائمة في مواجهة 12 سجينا أبرزهم حسين المولى الذي تولى دفع مبالغ مالية بمثابات رشوة للضابطين المذكورين مقابل إدخال حشيشة الكيف والحبوب المخدرة. في تفاصيل الرواية أن الموقوفين بجرم ترويج المخدرات حسين المولى وقريبه سعد الله المولى أوجدا من سجن رومي سوقا مزدهرا حتى وصل مدخولهما الشهري أحيانا إلى 40 مليون ليرة، ووقع اختيارهما على بعض الضباط داخل السجن ليسهلا إدخال المخدرات بكميات كبيرة وبشكل دوري. تسلم العقيد غسان 8 ملايين ليرة وأعطى أكثر من نصفها إلى النقيب سامر. بعدها التقى سامر أحد الأشخاص ليتسلم كيسا بداخله 4 علب يعتقد أنها كانت تحتوي على أكثر من 10,000 حبة بنزكسول و3 كيلوغرامات من حشيشة الكيف. أتى سامر بها إلى السجن حيث قام العقيد غسان بأمر العناصر إخلاء السطح والخروج من المبنى دال ليقوم سامر بتسليمها للمولى من خلال رمي الكيس من السطح. وبعد مدة قصيرة حصل اجتماع ثلاثي آخر في مكتب العقيد وهو مسجل بالصوت والصورة من آلة كانت مثبتة في مكتب العقيد، جرى خلاله التحضير لعملية تهريب أخرى. ويؤكد المولى أن المبلغ الذي تقاضاه الضابطان منه لم يكن 8 ملايين وإنما 30 مليون ليرة، 6 ملايين في العملية الأولى و24 مليون بعدها. في المحصلة هذا جزء مما كان يحصل في سجن رومي في حين حاول الضابطان تلاوة فعل الندامة أمام هيئة المحكمة العسكرية قائلين أن الأمن كان بالتراضي في السجن. وبعدما استمع العميد خليل إبراهيم إلى شاهدين في القضية أرجى الجلسة إلى 15 حزيران المقبل للمرافعة وإصدار الحكم. فهل تكون التشكيلات الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية لسجن رومي ضمانة أو لقاحا ضد عدوى الخوف أو ساعة التخلي التي أصابت العقيد والنقيب اللذين وقعا في المحظور؟ بعد الاستماع إلى قضية الادعاء مع انطلاق محاكمة قناة الجديد وكرم خياط قبل أسابيع بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة، بدأ الدفاع بعرض قضيته. الجلسة التي انطلقت برئاسة القاضي لتييري بدأت بحديث محامي الدفاع كريم خان عن عدم تعاون الحكومة اللبنانية مع طلب فريق الدفاع باستدعاء أحد الشهود القانونيين وهو المحامي العام التمييزي القاضي شرب الأبو سمرة، وأن القضاء لم يسهل عملية وصول الشاهد إلى لاهاي للإدلاء بإفادته، وقد أعلن لتييري قرارا عاجلا بهذا الخصوص. وأذكر بأنه في 11 مايو 2015 سمحت بإفادة السيد بوسمرة في هذه القضية، لذا أطلب من الحكومة اللبنانية تيسير وصوله
في المحكمة غدا. بعدها بدأ الدفاع استجواب الشاهدة رنا الصباغ وهي المديرة التنفيذية لمنظمة مراسلون لصحافة استقصائية عربية أريج ومقرها عمان، وتركز الاستجواب حول عملية المنظمة في تدريب صحفيي الجديد على إجراء التحقيق الاستقصائي ومعايير ذلك ومدى التزام المحطة بهذه المعايير الأخلاقية والقانونية، مشيرة إلى أن الصحفيين المعنيين كانوا يطبقون دليل المنظمة بحرفية، وهو دليل موضوع استنادا إلى تجارب مؤسسات إعلامية عريقة. قبل ذلك استجواب مضاد تولاه صديق المحكمة للإدعاء الذي دفع بأسئلته الشاهدة إلى الإقرار بأن السبق الصحفي قد يتجاوز المعايير إن كان يؤثر في المصلحة العامة للأشخاص. استقبل رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة صباحا في مكتبه في بلس سفير النرويج في لبنان سفين أوس، وتم البحث في المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي العلاقات الثنائية بين البلدين. أصدر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قرارا بتشكيل مجلس جديد لعمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية من 12 عضوا برئاسة الدكتور وسيم الوزان. وأشار المفتي دريان إلى أن مجلس العمدة الجديد قد ضم إليه للمرة الأولى في تاريخ عمدة المؤسسات عنصرا نسائيا وهي السيدة بديعة الحوت شهاب لحرص دار الفتوى على دور المرأة في المؤسسات الإسلامية. شكر رئيس المحكمة الشرعية السنية في بعلبك القاضي الشيخ طالب جمعة الرئيس سعد الحريري وكل من ساهم في التوافق الذي حصل في محافظة بعلبك الهرمل حول انتخاب المجلس الإداري الوقفي. أود هنا أن أشير إلى الجهد الذي بذل سواء خارجيا أو داخليا، كان هناك التواصل مشكور مع الإخوة في تيار المستقبل، تم إفادة الأستاذ صالح فروخ مندوبا عن الرئيس سعد الحريري ليسهل إنجاز هذا الاستحقاق، وكان هناك تعاون مثمر وبناء من صاحبي السماحة فضيلة الشيخ بكر الرفاعي فضيلة الشيخ خالد الصلح ومن كافة شرائح المجتمع البعلبكي. إقرار عدد من مشاريع القوانين في اللجان النيابية أبرزها إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات الضمان الاجتماعي الصحية. أقرت لجنة المال والموازنة النيابية مشروع قانون يتعلق بقرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 5,200,000 دولار أمريكي لإصلاح الإدارة المالية العامة، وطالبت اللجنة وزارة المالية بتقرير مفصل حول ما تم وسيتم إنجازه، لا سيما أن الوزارة كانت تسلمت قرضا سابقا بقيمة 4,000,000 دولار جرى استخدامها في التوظيفات. أوصت الحكومة بإقرار الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي، خاصة بعد التأخير اللي حصل عن الموعد الدستوري يلي هو 15 تشرين الأول 2014، أي ما يزيد عن 7 أشهر هلا. اثنين، كان في كمان توصية إلى الحكومة إنه تحيل مشروع قانون قطع الحساب يعني الحسابات المالية إلى المجلس النيابي وديوان المحاسبة. لجنة المال والموازنة أقرت أيضا اقتراحا يتعلق بإفادة المضمونين المتقاعدين من التقديمات في العناية الطبية بفرع المرض والأمومة في الضمان الاجتماعي، وطالبت بضرورة العمل من أجل إقرار ضمان الشيخوخة، وهاتين المسألتين جرى بحثهما في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة. اليوم خطينا خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع فئة من الناس لهن للمتقاعدين من الضمان. من جهتها أقرت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه مشروع القانون العائد لقرض الصندوق الكويتي بقيمة 7,000,000 دينار لطريق الكرك رياق، كما تابعت موضوع تطبيخ قانون السير الجديد. نطالب السلطة التنفيذية برفع مستوى البنى التحتية والخدمات لتواكب هذا القانون الذي أصبح موضع إشادة الصحف العالمية. وقد تبين لنا اليوم أن وزارة الأشغال العامة والنقل ستلزم الإشارات الضوئية والإرشادية في 11 طريق دولية وبعض الطرق الرئيسية يوم الخميس المقبل. قباني أشار إلى أن اللجنة أوصت الحكومة بتأمين الاعتمادات اللازمة لأعمال الصيانة ووضع الإشارات الإرشادية، كما أوصت بدفع مستحقات البلديات من مداخيل قطاع الهاتف الخلوي.
أبلغ وزير البيئة محمد المشنوق رؤساء بلديات الشحار الغربي أن مطمر النعمي سيقفل في 17 من تموز المقبل، وسيتم تأهيله وتحويله إلى حديقة خضراء، كما سيجري توليد الطاقة الكهربائية منه إلى البلدات المجاورة. في عكار، بدء العمل بمشروع شق طريق يربط عددا من القرى بتمويل من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وبدعم من تيار المستقبل. بتمويل من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية وبمسعى من تيار المستقبل، بدأ مشروع شق طريق حيوية تربط بلدات مشحل، سويسي، وخريبة الجندي، حيزوق، وبيت الحاج بطول يبلغ 5 كيلومترات. كلفته وتفريق $400,000. تمت الموافقة، والآن نحن في انتهاء المرحلة الأولى من شق هذا الطريق الحيوية، اللي أصلا كمان بتأمن مرور السيارات الأطفاء والأمبولانس، وبتخدم هذه المنطقة على كافة الصعد. هذا المشروع أهميته يكمن أنه أصبح المزارع في هذه المنطقة اللي بتضم آلاف الهكتارات. مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى لاهاي لمتابعة مجريات محاكمات قناة الجديد.